قبل ما نبدا المقطع يا حبايب، طبعا طارق الباشا نزل لكم فيديو كليب جديد يا حبايب. وطارق اقسم بالله العظيم انه اذا الكليب مالته يوصل 20,000 لايك راح ينشر صورتي، مثل ما تعرفوا انه صورتي هو عنده من الاساس. وكذا الكليب مالته راح يوصل 20,000 لايك راح ينشر صورتي، فراح احط لكم رابط مالته بالوصف. روحوا فجروا الجيش مملكة القصص وفوزوا بالتحدي. الخبر اولي عدنا عن قمر مار والبث المباشر فتحته على حسابها بالانستغرام، وهذا البث يا حبايب كان كلش خطير وناري، وقالت به هواي اشياء ردت به على هواي اشاعات. وش حكت عليه يا حبايب؟ انه قالت انه قناتها باليوتيوب هي عدها وحسابها بالانستغرام هو عدها، وان هي ما عندها اي مشكله ويا الفريق. قررت تحلف انه هي مستحيل تطلع عليهم وتحكي عليهم بالايام الجايه، وبنفس الوقت صارت تفضح، واليوتيوبر اللي قاعدين يطلبوا من عندها انه هي تطلع وتحكي على نور مار، واللي هو المتابعين صارت تقول ان يارا مار واحده من الاشخاص اللي قاعده هي تفضحهم ويطلبون من عندها انه هي تطلع تحكي على نور مار. قناتي عندي، حسابي عندي، الفريق للمره المليون ما عندي مشكله وياهم. شقد اكو حقد وشقد اكو عالم تواصلت وياي وما راح اذكر اسماء، بس عم احكي عن الفريق. وقمر لا تسكتي عن حقك، وقمر لا تسكتي عن حقك، واحكي واطلعي واحكي، لا تخافين احنا بظهرك. شحكي انتوا لهالدرجة مضغوطين من علاقتي بالفريق بحيث بس تريدوني اطلع احكي عليهم؟ زقاني ماكو بيني وبينهم مشاكل، ماكو بيني وبينهم اي مشكلة، يعني ليش؟ لا لا تسكتي عن حقك، احكي عليهم، اطلعي احكي الحق. طبعا اني هسه قدامكم دا اطلع احكي الحق، تمام؟ انا دا احكي هسه الحق، ما مسوي لي شيء ولا مأذيني بشيء، والله العظيم والله العظيم من طلعت لي هسه ما حكيت عليهم، والله ما راح احكي عليهم لو تموتون. طبعا مو الحكي مو للكل، الحكي الجماعه اللي يقولوا لي انه اطلع احكي عليهم لو تموتون. والله العظيم ما راح احكي لا على نور ولا على انور ولا على محمد ولا على اي احد. بالنسبه للشيء الثاني يا حبايب، فصلت رد على المتابعين اللي هم متابعين يارا اللي قاعدين يتهموها انه هي غدرت بيارا او انه هي خاينه ليارا. فصلت رد عليهم انه بينها وبين يارا ماكو اي مشاكل وان هي ابدا ما غدرت بيها. شوفوا الرد. نجي للموضوع الثالث، موضوع يارا، تمام ماشي. انتي خاينة، انتي غدارة، انتي تركتي يارا. يا جماعة انا ويارا ما بيناتنا مشاكل لمرة بلين، يعني هي حكت بحلقها وانا هسه دا احكي، راح احكي لكم بالصورة. طبعا هسه هذا الكلام اكثر شيء موجه الفانز يارا، فحس يجون يصنفون على حكي وما يفتحون علاقة، فراح احكي سوري. انا ويارا ما في بيناتنا مشاكل، انا حكيت بتمي وهي نفسها كمان فتحت بس وحكت. اوكي انا ماني عامل تلفون ولا يارا ما دخل، انا علاقتي مع البنت برا السوشيال ميديا. انا كأمر ما عندي اي مشكله شخصيه مع يارا، ما عندي، يعني ايش اكذب واقول عندي؟ هي ما اذتني ولا انا اذيتها، علاقتي معها برا السوشيال ميديا، تمام؟ لا خنته ولا خانتني، لا غدرتها ولا غدرتني، فهي سيرة الخاينة وسيرة الغدارة هي يا ريت يعني بطلوها، لأنه أنا أقسم بالله من امبارح اليوم يمكن مبلكي شي 200 فان ليارا. أنا ما بدي بلكن، بس الكلام اللي بيكتبوه يعني شو؟ أنت خاينة وأنت خنتي وأنت غدارة. تمام، أنا طلعت من الفريق وهي طلعت. هي طلعت وحدها حتكمل، انا طلعت وحدي حكمل، يعني الله يوفقها. بالعكس والله ما اكرهها البنية، والله ما اكرهها، ما سويت لي شيء، يعني انا شخصيا ما سويت لي شيء. اوكي اكو مشاكل بين يارا والفريق، ما راح اقول لكم اني حتدخل، لا بالعكس انا ماني دخل، تمام؟ اكو مشاكل بين يارا والفريق، يارا لا خدتها ولا خانتني مره مليون، مو ضروري اسوي لها فولو حتى مبين او ماي جاد صديقات ما ادري شنو، لا ابدا مو ضروري. فهذا موضوع يارا، البنية الله يوفقها، هي حتكمل وحدها وهي عالم، أنا ما أعرف، تمام؟ بس أنا عن نفسي أنا ما حكمل وحدي، ما عندي مشكلة وياها ولا حكيت عليها ولا رح أحكي عليها، تمام؟ هاي حتى اللي يقولوا أنت تطلعين تحكين على يارا وراح ندمك، أنا جماعة يارا ما رح أحكي عليها لأن هي ما مأذيتني، تمام؟ هذا موضوع يارا. اما بالنسبه للشيء الثالث، فصارت ترد على الشاعر اللي تقول بينها مشكله بينها وبين نيرمين مار، وبنفس الوقت صارت تحكي على باريس جاد ان هي ما عندها شيء بينها وبين باريس جاد ابدا. زين وين راحت نيرمين؟ يا جماعه ونيرمين، اوكي انا سوري ما ذكرت نيرمين نسيت، بس نيرمين ما بيني وبينها اي مشكله، ولحد هاي اللحظه نحكي تقريبا كل كم يوم نحكي ونسولف، قبل كم يوم طلعنا سوا، ما بيناتنا اي شيء انا ونيرمين. ليش بحس عم تحكي عن برش؟ يا جماعة أنا ما دخل ببرش ولا جبت سيرته أصلاً ولا راح أجيب سيرته، أنا يعني ما عندي ويا أي شيء ولا أي صلة، فلا تفسروا بكيفكم. بس بالشي الرابع يا حبايب، فش المشكلة ويا إيمو مار؟ وهل هي تحبها أو لا؟ أو إذا هي تكرهها؟ فصارت ترد إن هي بينها وبين إيمو هم ماكو أي مشاكل، وإن هي ماكو علاقة حب بيناتهم، ولكن بالسابق قالت إنه هو كلش أذاها وسبب لها مشاكل بشكل مو طبيعي. إيمو، أوكي هواي تكرر تعليق إيمو، فأني ما راح أغض النظر عن الموضوع حتى لا حد يجيني
مسر وراء قمر نكرت تعليق ايمو. جايز ايمو هم ما عندي مشكلة وياه يعني صدق انا ما عندي مشكلة اي بشر. اوكي ايمو يعني بوقت الاوقات كلش اذاني ما رح اقولكم اذاني، لا صراحة كلش اذاني سبب لي مشاكل بس انا ما عندي مشاكل يعني لا حقد عليه ولا اكرهه عادي. ما عندي مشكلة ويا اي بشر والله العظيم ما اكره احد والله العظيم. قمر تحبين ايمو؟ لا اذا ما المرات مليون ما احب احد ولا رح احب احد ولا اي احب احد. عمري 15 سنه ملتهي بنفسي وبشغلي وهي. نروح للشيء الخامس، هو عن شنو سبب خروجها من فريق نورمار؟ فصدقوني شويه اختلاف بالاراء. سبب المرض مالتها هو مرض الدوخه اللي كانوا عن ما يسوء يعني يمنعها من التصوير، وبنفس الوقت صارت تردد هي ممكن تنضم لفريق فافنابولي بالمستقبل او لا، او غيرها من الفرق. فصدقون مستحيل تنضم لاي فريق ما دام هي طلعت من فريق نورمار. ليش طلعت من الفريق؟ اول شيء يعني صارت ما هي شيء يعني اختلافات بشغلات معينه، وثاني شيء صحتي ما تسمح لي ابقى والتزم، لان يعني تقريبا كل تصوير ادوخ ياخذني على المستشفى ويلتغي ابو التصوير، وامي هم مريضه يعني لازم ابقى يمها ما اقدر التزم تصوير وبس. ليش نية ترجعين على الفريق او تنضمين لغير فريق؟ لما انا طلعت من الفريق وما رح انضم لاي فريق ثاني. هي يعني ما طلعت، انا اكيد ما طلعت من فريق نور حتى انضم لغير فريق. يعني لا اقول لكم اني ما اقدر التزم يعني اروح اطلع من فريق انضم لغير فريق. روح للشي السابع يا حبايب، فهي اللي صارت تبكي او نقدر نقول شيء كانت مقهوره بالبث من فانزات يارا ومتابعين يارا واللي صارت تتهجم عليهم بسبب يقول لها انه انت حيه، وردت بنفس الوقت على اذا هي تحب نور مره ولا. شوف الرد مالتها، في اشاعه انك بتحب نور المره مليون، ما احب احد ولا احب احد ونكون مثل اخواني. في اشاعه انك تكرهين نرمين، لا لا يعني كلش لا والله كلش احبها نرمين، وتقول قبل كم يوم كنا سوا ونحكي وهاي اللي بعد كل جماعه اخر احكيها فان يارا ما تعبتوا من السمايل الحيه؟ لا اقول لكم انا ما خانت البنيه ولا البنيه خانتني ولا عندي مشكله شخصيه وياها، تعرفوني بحالي. عدتهم قليل ديكتبون بالبث بس مستفزين كلش. وبس يا حبايبي طبعا لا تنسون تشتركوا بالقناه، عمود احط لكم الردود والبثوث الجايه المستقبليه اتوقع حتكون كلش ناريه، فاشتركوا يا حبايب بالقناه واطلقوا حملات قويه، عمود نوصل القناه 500 الف مشترك جيش منك القصص كفو. ولا تنسون يا حبايب طارق الباشا الكليب مالته بالوصف، كلكم روح فجروا اللايكات والكومنتات كلها جيش منك القصص. وبس كانكم فايز زي مقالات منك القصص ومع السلامه. ممكن بالايام الجايه تصوروا مع بعض بالانستغرام انت والفريق؟ يا جماعه عادي عادي ما بيناتنا عداوه محمد، انا وياك في بيناتنا عداوه شيء؟ ايه اكلتي سندوتشتي. والمرة المليون مبارح سلمنا على بعض وقعدنا مع بعض بوضع طبيعي، بس مو ضروري كل شيء يتصور. الفكرة مو ضروري أي شيء بنعمله نطلعه على السوشيال ميديا نروح مع بعضنا. أنا كنت مبارح أصور ستوري يا جماعة، والله شفت الفريق هون، والله شفت الفريق هون. مو ضروري لأن حياتنا الخاصة، أنا حياتنا العائلية مع بعضنا، يعني مو ضروري إنه نطلع كل شيء مع بعض ونصور. حاجة تاتي من الرجيم.